فوجئنا في الفترة اللي فاتت بتحول مهم في النقابات المستقلة. تأسس سلسلة من النقابات المستقلة بعد كده وتأسس اتحادات نقابية مستقلة، لكن كان في مفاجأة مصرة في الحقيقة انه النقابات بدأت تقترب اكتر من السلطة. يعني بدأت النقابات المستقلة خاصة الهيئات العليا بتاعتها، المجالس التنفيذية العليا، بدأت تعلن انحيازها الواضح للسلطة، خاصة في الأزمة بتاع الصراع مع الإخوان. من حق النقابات يبقى ليها موقف سياسي، مش دي الأزمة. من حق النقابات انها تعلن انحيازها الموقف ضد موقف، انها تعلن رفضها لتيار سياسي لأنها بتشوفه عادي للعمال أو بتشوفه رجعي أو أيا كان، يعني حتى لو مختلفين حوالين الموقف، لكن من حق النقابات العمالية انها تاخد موقف. يعني من حق النقابات العمالية انها تاخد موقف من الصراع العربي الصهيوني، ومن حقها تاخد موقف من قضية الديمقراطية ومن الدستور ومن اي تيار سياسي شايفاه معادي للعمال او تيار رجعي. لكن اللي حصل انه النقابات سواء الرسمية او المستقلة اغلبها، وانا اقصد الهيئات العليا مش النقابات القاعدية، اعلنت ان هي هتوقف اي اضرابات، ماشي، علشان ما تضغطش على الدولة في الصراع ضد الاخوان المسلمين. ودي بصراحة حاجة نادرة الحدوث انه ممثلي العمال يعلنوا انهم هيتخلوا عن حق من حقوق العمال، ماشي، في الدفاع عن مصلحهم، يعني اضراب حق العمال في الدفاع عن مصلحهم، وينظموا نفسهم علشان ينتزعوا حقوقهم. مش من حق حد اصلا، مش من حق اي ممثل للعمال ان هو يعني يعلن تخليه عن الاداه ديت او عن سلاح الاضراب. ده كان بيفكرنا بالمواقف المتتاليه للاتحاد الرسمي للعمال، وبينبهنا لحاجه مهمه انه النقابات المستقله زي اي نقابات في الدنيا قبل انها تتحول لبيروقراطيه نقابيه مش ممثله كفايه للعمال. وبنشوف ان دايما المستويات الاعلى من النقابات بتبقى اكثر عزله عن اللجان القاعديه للعمال اللي هي محتكه اكتر بالمعارك اليوميه. بقول دوت علشان يبقى واضح قدامنا انه اللحظه مدى صعوبه اللحظه دي، انه جزء من اللي انجزته الطبقه العامله بالفعل قابل للخساره، قابل لان احنا نخسره. مع صعود الخطاب الديماجوجي انه اي حد يتحرك، اي حد يتكلم، اي حد يفتح بقه، ماشي، هيبقى خاين وعميل وهيبقى ضد الدوله وهيبقى ضد الجيش وهيبقى ممول من الخارج وما الى ذلك، ده بيمثل تهديد دائم للعمال، لدرجه انه حتى العمال المسيحيين هيتهموا ان هم اخوان مسلمين. يعني ما فيش فرق، هيستخدم الخطاب عمال على بطال حتى بشكل كوميدي وبشكل يعني يدعو يعني مسخره في واقع الامر. ده بيمثل ضغط شديد طبعا على الحركه العماليه. ومع ذلك خلال الفتره الاخيره لاحظنا ان في صعود، يعني نقدر نقول مش صعود ضخم لكن صعود منهجي، يعني تراكم يعني بيحصل بشكل شبه ثابت للحركه العماليه. مراكز عماليه مهمه زي الحيز والصلب وزي شركات في العاشر وفي اسكندريه وفي السويس يعني ما اثرش فيها الخطاب دوت، ولا اثر فيها الهزه اللي حصلت للنقابات المستقله، واللي نرجو ان هي ما تستمرش اكتر من كده، وانها ترجع تاني ممثله للعمال، والى العمال حتى هتخلق الاشكال اللي تمثلها بالفعل. بنلاحظ انه الحركه العماليه على الرغم انها مش بنفس قوتها في الفتره السابقه، واقصد انه كان اقوى مرحله ليها النص الاولاني من سنه 2013، الا انها بدات تستعيد نفسها تاني. وكونها قادره تستعيد نفسها تاني دلوقتي ده معناها انها اقوى بكتير جدا، لانها بتستعيد نفسها في مواجهه اكتر الخطابات غوغائيه، ماشي، وفي مواجهه اقصى اشكال القمع اللي ممكن تتعرض ليه حركات اجتماعيه.
طيب ايه هو مستقبل الحركه العماليه في اللحظه قبل ما نبتدي نفتح باب المناقشه؟ اولا مع تزايد الاعتماد على الاقتراض من الخارج، يعني النهارده مثلا شايفين انه الحد الادنى للاجور بيتمول من الحد الادنى للاجور اللي هو يعني يعني بند اساسي جدا في الميزانيه دي، ده بند هيبقى موجود خلاص في الموازنه بتاعت كل سنه، بيتمول من القروض من الخارج من السعوديه والامارات والكويت. انه كل السياسات اللي مطروحه حتى الان شيء لا يعني لم تغير شيء في سياسات الريان الجديده، العكس ماشي، رجال الاعمال ما زال ليهم النفوذ الاكبر بدليل انه الدوله قررت انها تطبق الحد الادنى للاجور على العاملين بالدوله، لكن العاملين في القطاع الخاص ما زال رجال الاعمال رافضين ان هم يحطوا الحد الادنى للاجور اللي العمال بيطالبوا بيه او الدوله حطته، وبيطالبوا بامتيازات كبيره جدا علشان يحطوا اي حد ادنى، وبالتالي ما زال نفوذ رجال الاعمال كبير جدا في السياسه الاقتصاديه. ده معناه انه اولا سياسه الاستدانه هتخلق ضغط كبير جدا مستقبلا على الموازنه العامه للدوله، بما يعني ان الدوله مش هتقدر تمول مشاريع التنميه، مش هتقدر تمول الانفاق على الانفاق العام على الخدمات والمرافق والصحه والتعليم وما الى ذلك، يعني مش تقدر يعني تخلق التحسين الاجتماعي، تحسين الاوضاع الاجتماعيه اللي الناس منتظراه بعد الازمه الحاليه. وبالتالي يعني احنا في انتظار المزيد من تصاعد النضال العمالي ضد الظروف اللي ممكن تخلقها السياسات دي، ومع تزايد النضال العمالي المفروض زي ما حصل قبل كده انه تبتدي الحركه العماليه تتنقل من المطالب البسيطه للمطالب الاكثر شمولا للمطالب السياسيه، وانها تبقى اكثر تنظيما ووعيا وتبقى اكثر ارتباطا ببعضها واكثر تضامنا مع بعضها من اللحظه.